السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل على العيون. النهارده حبيب قلبي انا جاي لخير جديد ورزق جديد. يا رب الفيديو ينال اعجابكم بس كده وينال اعجاب الجميع. النهارده حبيب قلبي الساعه دلوقتي 5:30 صباحا، انا قايمه بدري لان بنت اختي صباحيتها النهارده. عقبال عندكم جميعا يا رب، وربنا يتم عليها بخير ويفرحها ويفرح الجميع. فاحنا قايمين بدري عشان بس نستف الحاجه اللي تستف، فقلت اخلص بس كده شغل الاول واصور معاكم الفيديو واصور معاكم الخير اللي طلع لي النهارده. ادعوا لي يا حبايب قلبي بالبركه ان ربنا يبارك ليا وليكم يا رب ويبارك للجميع. جدا يا حبايب قلبي، معلش بس انا مستعجله فقلت اصور معاكم الخير بس قبل ما امشي واوريكم الخير اللي جاي لي والرزق اللي جاي لي. فنبدا افتح الفقاسه معاكم كده ونشوف الخير اللي جاي كده لينا. معلش كنا بس قايمه بدري وملبوخه فلسه اخلص شغلي فمرتبكه بس شويه. سموا معايا كده يا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الخير والرزق. اللي فات جيت افتح الفقاسه اقلب البيض لقيت الفقاسه فيها خير وملانا خير، فقلت اصور وياكم عشان ما احرمكوش من النظره الحلوه دي ولا من الصباح الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا حبايب قلبي معايا كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. شايفين يا حبايبي؟ شايفين الخير والرزق الجميل ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اضربوا بعض ليا حبايبي. اول بقى الفراخ دي يا حبايبي بتاعت واحده لوحدها، انتوا شايفين حضرتك كده يا حبايبي؟ رزق كتير ده هو، ولسه ما طلعناش عرف ان في فراخ، دي شيء من الفراخ اللي طالعه. بسم الله ما شاء الله كانت كبيره، كميه بيض كبيره. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لها يا رب. يا حبايب قلبي نبدا نشوف الخير اللي طالع في الرف على بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، شايفين حضراتكم الخير ده؟ شايفين يا حبايبي؟ فتاكيت اللي عماله بتحارب على السكر تاكل وتشرب. مش عارفة هقدم لها ازاي، مش من وقت ان انا اودي لها، مش عارفة هي بنت هتعرف تودي لها بقى الحاجة ديت ولا لا، لان مش هتيجي معايا، هي مش هتيجي معايا الصباحية. لقيت بقى انا مش رايحة، انا هوديها عند والدتي بقى قبل ما امشي، هحاول ابدا اعمل قشور بس كده. لو دي طالعة اي مشوار او اي مناسبة ميبقاش لها مزاج تطلع معايا، فبقى انا بقى مش عارفة اعمل ايه. فهي يا ماما انا اروح عند بنتي، قلت لها خلاص ماشي هصحها واروح عندها. فرنا على والدتي قالت لي ماشي هودي بنتي هناك عشان ابقى مطمنه عليها. ببدا بس يا حبيبي كده اشيل الاشهر دي كلها في المكان. ربنا يبارك لها يا رب، تعالى شايف فراخ حلوين، ربنا يبارك لها فيهم ويرزقوا يا رب. ما لو طالعين من امبارح الصبح كان زمان بكم اصحابهم، بس هم ما كانوش لسه طلعوا كلهم. انا كنت سبتهم بقى لما يطلع بقيت البيض عشان ينشف حلو، فانا مش عارفه اعمل لكم ايه دلوقتي. ايه يا ليلى؟ كده حبايبي انا لميت القشور كلها اهيت، النعمه دي بقى معرفش لما اذا شلت الرف على بعضه ونفضته. دي بقى البيض اللي فاضل ده، ده اهوت ده اساسا في الاساس فاضي. انا ما عدتش بفرز اي بيض فراخ زي ما انا معوداكم، بسيبها ببركه ربنا. البيض ده كله بقى وديه فاضي، جايبالي 67 بيضه، دول 12 بيضه فاضيين اهمت، 3 6 9 12 12 من 67، 55 بيضة. بسم الله ما شاء الله طلع لها 55 كتكوت، وهعدهم ويبقوا برضو بالتأكيد، نشوفهم كم كتكوت طلعوا برضو. جبنا القفص بتاعنا اهوت،
اهو يا حبايبي الثلاثة، ستة، تسعة، 12، 15، 18، 21، 23، 23، 27، 30، 33، 36، 39، 42، 45، 48، 50، 52، 55، 55 كتكوتة يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لها يا رب ويبارك لأمة محمد جميعا يا رب إن شاء الله. دي الرزق اللي جالي من نوع الكتاكيت، دي الفراخ اللي جاتلي 55 كتكوتة أمت زي ما قلتلكم، طالع نافق بس 12 بيضة من 67 بيضة. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لها، النسبة حلوة جدا جدا. بسم الله ما شاء الله نسبة الفراخ جميلة جدا جدا، ربنا يبارك لها يا رب ويبارك للجميع. نبدأ نشوف ايه الخير اللي فاضل معانا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين الخير ده برضه يا حبايبي، معانا بط برضه هما، دول بتوع جوز بيوت مش بيت لوحده. بسم الله ما شاء الله، النسبة اللي كانت عندي بعد الفرز بسم الله ما شاء الله طلعت كلها يا حبايبي اهو. دي واحدة كانت جايبة لي 16 بيضة، طلعوا بالعدل ربنا 8 فيهم كسر و 8 فاضيين، طلع لها 8 بتاعها. بسم الله ما شاء الله، من دول أربعة هما، أربع قشور أهم، ودول الأربعة التانيين هما 8 بيضات، وطبت دي على بعض بس هي لها 8 بيضات بعد الفرز، هما كانوا 8 بيضات طلع لها 8 بتاعها. دول بسم الله ما شاء الله نزلوا برضه أهي، دي برضه كل الكود اللي كان فيه في الفيزر أهو. بسم الله ما شاء الله، ألموا برضه القشور دي. لسه بقى البط ده عادي هيقعد في الفقاسة للمغرب، مش هيجرى له حاجة لانه لسه ما شافش حل. اهي يا حبايبي دي بقى يفضل براحته بقى لحد ما ينشف حلو، مش هستعجل عليه، هسيبه ينشف براحته حلو بقى. اهي يا حبايبي ده الخير اللي جالي النهارده، وده الرزق اللي جالي. بسم الله ما شاء الله، الله مبارك يا رب، بارك ليا وللجميع يا رب ولأمة محمد اجمعين. اهو يا حبايبي ده الخير اللي جالي اهوت النهارده، وده الرزق. بسم الله ما شاء الله، رزق حلو وصباح جميل، صباح احلى صباح في الدنيا والله العظيم، لما تقوم على الخير وعلى الرزق الحلو ده ربنا يبارك ليا ولك يا رب ولأمة محمد. اهو يا حبايبي دي احلى صباح، احلى من اي حاجه في الدنيا، ان تقوم كده تلاقي حاجه خضرا كده في بيتك كده، حاجه طالعه كده من عند ربنا كده، دي خير حلو جدا جدا. اهو يا حبايبي نشوفهم بعد البط لسه ما فقش بقى، يفوق براحته بقى. هينشف براحته بقى من هنا لما للمغرب يكون نشف حلو. بسم الله ما شاء الله، في بيض فراخ تانينا نقر اهو. نعم يا ليلى، بتقولي يا ليلى؟ احمد راح عند جدك دلوقتي يعمل ايه؟ بيض ماشي، بيض فراخ هنا يا حبايبي نقره برده على المغرب يكون طالع اهو. ربنا يبارك للجميع يا رب، بتوع واحد برضه. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله والشكر لله على الرزق اللي جالنا والخير اللي جالنا، ربنا يبارك ليا ولكم يا رب ام محمد اجمعين. وبكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، وانا اسفه لو كان الفيديو طال عليكم، بس والله الخير والرزق هو اللي بيجبرني ان اطول الفيديو غصب. فكده يا حبايب قلبي اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.